صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 30 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى يعاد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم رقم 69 لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري برئاسة المهندس عصام بن عبد الله خلف وعضوية كل من وزير الاسكان والتخطيط العمراني وزير الصناعة والتجارة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني السيدة مي محمد عاشور ممثلا عن مجلس التنمية الاقتصادية مدير عام التسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري السيد باسم محمد الساعي السيد عبد الغفار عبد الرحيم الكوهجي السيد محمد رجب ايوب الدكتور ماهر عبد العزيز الشاعر ويختار المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في حاله غيابه